نظم حزب جبهة الجزائر الجديدة اليوم ندوة سياسية لإحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب الموافق للخامس جويليا من كل سنة. وقد ترأس هذه الندوة السياسية رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام في حضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية السوق هراس ورئيس المكتب الولائي لحزب جبهة الجزائر الجديدة عز الدين حمامدة وأعضاء من المجتمع المدني. وهدفت هذه الندوة إلى وضع المناضلين وقيادات الجبهة في مختلف الولايات أمام التحضيرات إلى الانتخابات الرئاسية والمساهمة في هذا العرس الوطني. واستخبروا بالأحضان كلك وطن روح الله روحك أمراح. وأنا تلقيت مع الألاف حتى لا أبالغ من جانب النار. جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة، نحن اليوم في زيارة لمدينة سوق هراس في إطار برنامج الجبهة الذي استره المكتب الوطني لعقد مجموعة من اللقاءات الولائية والجهوية بغية وضع المناضلين وقيادات الجبهة في الولايات في الصورة فيما يخص التحضير للانتخابات الرئاسية بهدف المشاركة فيها بقوة وبفعالية والمساهمة في إنجاح هذا العرس الوطني. كما اغتنمنا الفرصة اليوم للتحدث أيضا على الذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب الذي يعني نحن في مقربة منه، ولهذا كانت محطتنا اليوم في مدينة سوق هراس. سيكون اللقاء القادم إن شاء الله في ولاية سيدي بلعباس بالغرب الجزائري إن شاء الله. ما تعلمون أن نحن على أعتاب مشارف الخامس من جويلي 2024، هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل الجزائريين، لما لا وهي ذكرى استرجاع للسيادة الوطنية الجزائرية، كما تعد فرصة لتكريم واعتراف لنا بما قدمه المجاهدين من أرواحهم وبما قدموه لكل من غالي ونفيس، كما تعد هذه الفرصة أيضا لطرح وتوضيح توافق حزب جبهة الجزائر الجديدة وأفكار رئيس الجمهورية الذي نطالبه للترشح لعهدة ثانية، ونطالب الشعب الجزائري بالخروج بقوة في هذه المرحلة. شكرا.